توا لا 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 الشيء اللي تسمو يقول لك مثال حمل همام كارو خلال السلطه. ايه خيانه شاد الصندوق. يعني انت تحمل مسؤوليه الشعب زاد حمام يتحمل مسؤوليه الشعب. لا الشعب عنده مسؤوليه. اخطاء. وانا اقول لك ثم جزء من الشعب التونسي. انا نعرفهم. تلقى مختار لك النهضه ونختار لك نداء تونس ويجي حاسب يقول له شكون صوت؟ يقول لك صوت للفلان. تحاسب روحك انت زاده. التونسي مازال ما يصوتش على برنامج وهذه راهي حاجه طبيعيه. انت تعرف في التاريخ فرنسا قرن باش استقرت على الجمهوريه من ملكيه للبونابارت من عرشو من عرشو من عرشو. ثم شكون زاده اللي بالنسبه لهم هما السياسيين كل كي بعضهم مش هذه ماهيش ناس قاعده تتبع. السياسيين كلهم مش كي بعضهم.